أصدقائي وحبايبي الحلوين، جاتكم حلقة جديدة إن شاء الله، وإن شاء الله راح تعجبكم هذه الحلقة الجديدة. الحلقة هي خاصة للناس اللي عايشين بألمانيا، الناس العراقيين اللاجئين اللي عايشين بألمانيا فقط، مو العراقيين اللي عايشين بالعراق وإنما بس اللي عايشين بألمانيا. أصدقائي، هي الفيديو طبعاً أنا كاتب هنا للناس العايشين العراقيين بألمانيا. مثل ما قلت لكم، أكو أخبار كاذبة نزلت عن الوزير الخارجية الألماني اللي زار العراق، فأكو هواية يعني أخبار كاذبة نزلت على الميديا، على الفيسبوك وعلى الانستغرام وكذا، فالناس صدقتها، وأنا لذلك سويت لكم الفيديو حتى أقول لكم ليش الوزير الألماني زار العراق، شنو السبب. أصدقائي، قالوا ان الوزير راح، وزير الالماني راح للعراق لارجاع العراقيين للعراق، ولكن الامر كاذب، وسوف اقول لكم لماذا الامر كاذب. يا اصدقائي، الحقيقة هو الوزير الخارجية اللي راح الالماني للعراق التقى بالحكومة العراقية واعضاء من الحكومة العراقية، بخصوص اللقاء كان بخصوص حول الأزمة أو بخصوص الأزمة ومشاكل الشرق الأوسط والأمن الخاص بالشرق الأوسط، وحول المشكلة التي تجري حول إيران وأمريكا وحول داعش أيضا والجيش الألماني اللي عايش في شمال العراق. هاي كانت المواضيع اللي حكوا بيها يعني. وها وأكو مهمات مكافحة خاصة الجماعات المسلحة، همات لازم يعني دي يسولفون عليها، وما تكلموا عن الترحيل ولا أي شيء. يا أصدقائي، يعني هذه الأخبار اللي حكوا لكم إياها الناس مال الميديا ومال كذا، لا تصدقوها، كلها كاذبة. الوزير الألماني من راح للعراق ما سأل ولا سولف على ال يعني على اللاجئين، ما قال راح ارحلهم، ما قال اي شيء. الرجل انتم تسمعون الفيديو، نزلوا عليه اللقاء، حكوا على الأزمة الخاصة بداعش، حكوا على الجيش الألماني اللي عايش او اللي ساكنين الجيش الألماني بالشمال مال العراق، او على الأزمة مال امريكا وايران، ويعني على الشرق الاوسط، الامن مال الشرق الاوسط، بس ما حكى على العراقيين ولا حكى على ترحيل ولا اي شيء. يا اصدقائي، اقعدوا هنا وادرسوا وعيشوا حياتكم الحلوة، وان شاء الله الله يرزقكم الاقامات والجنسيات، والله يطول بعمركم، وان شاء الله يريحكم وتستمر الحياة مالتكم الحلوة ان شاء الله. يا اصدقائي، السلام عليكم، تحياتي لكم من ألمانيا مصطفى. ملفات عدة طرحها وزير الخارجية الألماني هيغو ماسا خلال زيارته إلى بغداد ولقائه بنظيره العراقي، فضلا عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. أبرز ما نقش في هذه الزيارة هي العلاقات الثنائية السياسية وملف الاستثمار في العراق. المحرك الأول لخيوط السياسة هو الاقتصاد، فبالتالي الاستثمار واجهة من واجهات الاقتصاد، ولعل اليوم هناك سباق أوروبي على العراق في قضية مثلا الكهرباء وما شابه. لكن ملفات هذه الزيارة اتسعت لتأخذ طابعا إقليميا ودوليا، خصوصا في الوساطة لتهدئة التوتر الحاصل في المنطقة، لسيما بعد وصف ماس الحكومة العراقية بأنها تلعب دورا متوازنا في النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. زيارة وزير الخارجية الألماني إلى بغداد في هذه الظروف تحمل أكثر من فحوى ومعنى في هذه الزيارة، وأكثر من رسالة ربما تأتي أيضا وهي تحمل الوساطة الأوروبية التي اليوم ظهرت وطفت على سطح المفاوضات ما بين أمريكا وإيران. وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة ألمانية لبعض الدول في الشرق الأوسط، بدءا من الأردن ومرورا بالعراق وإيران وانتهاءا